present continuous او لا present continuous. This is present continuous. هذا اسهل لو طون في اللغه الانجليزيه هو هذا present continuous، يعني سهل ما فيهش شي صعوبات او لا شي حاجه. خصك تعرف القاعده وتعرف الكلمات سيغنال ورس الكلمات الدلاليه وتعرف لا فورم ديال السنتنس ديال الجمله. اذا بغيت نعمل الجمله كيفاش غتكون لا فورم ديالها، تابعونا الفيديو وغتفهموا كل شيء ان شاء الله. السلام عليكم، اتمنى ان تكونوا بخير. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن المضارع المستمر. Today we are going to speak about present continuous. Present continuous. So we have Tuesday, February 9th, 2021. We have present continuous. Present continuous هو المضارع المستمر. فوقاش كنستعملوا هذا المضارع المستمر؟ We use present continuous to speak about the actions that are happening now or to speak about the actions that are happening at the time of speaking. يعني كنستعملوه في الوقت اللي كنهضروا حنايا حاليا، يعني دابا كنستعملوا present continuous. ولا كنبغيو نوصفوا شي حاجه اللي كتوقع حاليا كنستعملوا present continuous. Present continuous هو form ديالو ولا الشكل ديال الجمله form of sentence. كيفاش كتكون؟ دائما كنبداو بالسبجكت، كنبداو بالفاعل plus verb to be plus verb plus ing plus object. في حالة إذا كان عندنا الفعل كينتهي بـ أو كنحيدو أو، بحال مثلا ديال have ولا take ولا come ولا give ولا، يعني أي فعل كينتهي بـ أو كنحيدو لـ أو وكنعملو ing، عاد كنزيدو object أو المفعول به. أول حاجة كنحافظو verb to be، خصنا نحافظو verb to be باش نستعملوه في present continuous. verb to be كما كتشوفو هنايا عندنا I am، هذا بالأخضر هو verb to be، هذا بالأخضر هو اللي كيتسمى verb to be، بحال لو verb être بالفرنسية. I am، you are، he is، she is، it is، we are، you are، they are، sorry هنا كنت عارف كسب they are، هم. إذا قلنا كنبداو بالفاعل subject زائد verb to be، يعني هذا هو verb to be، am، is، كذا كنشوف على حسب شنو عندنا في الأول. إذا كانت مثلا إيمان is playing tennis، فاطمة is speaking with me، مثلا نقول she is dancing، يعني شي حاجة يعني كتكون حاليا كتوقع حاليا. هاد present continuous عنده الكلمات الدلالية باش نعرفوا واش نستعملوا present ولا future ولا past ولا شمن تنس غنستعملوا. كيكون عنده واحد الكلمات الدلالية ولا keywords اللي كيتسموا signal words. signal words هما الكلمات الدلالية. الكلمات الدلالية فحال مثلا listen، فحال look، بحال at the time being، بحال right now، now، today، this week، this weekend، in these 2 days، in this year، these 2 years. So ملي كتستعمل هادو، يعني بحال مثلا نقولو today I am studying or today I am revising math، يعني أنا باقي كنراجع في الوقت اللي كنراجع. أولا كنقول look، look مثلا هي شوف، يعني look، look the teacher is speaking to you. Look, the teacher is speaking to you. كنقول شوف الأستاذ كيهضر معك. ولا نقول مثلا listen, I am speaking to you. listen, سمع أنا كنهضر معك. يعني كتستعمل ديك الساعة حاليا. Present continuous السؤال كيكون فيه كنقول what are you doing؟ what are you doing؟ هذا هو السؤال اللي كيكون في present continuous باش نجاوبو. نقول what are you doing؟ what is he doing؟ what is she doing؟ what are we doing؟ يعني دائما كتبقى What are you doing ديال present continuous. إذا بغيت تستعمل لو بريزون عادي present simple كنقول what do you do، what do you have، what do you like، what do you want، what do you watch. دائما كنستعمل what do you لل present simple عادي، ولكن إذا كان present continuous كنقول what are you، what are you doing here، what are you doing in Tangier، what are you doing in your life. يعني شنو كتعمل حاليا ماشي بحال what do you do. What do you do يعني كتهضر بصفة عامة، يعني present ماشي بالضرورة تكون كتعمل ديك الحاجة ديك الساعة. هذا هو الفرق بين present continuous. وكاين بعض الأفعال اللي ما يقدروش يعملوا لهم ING كيبقاو دايما هيداك، بحال مثلا want مستحيل تجبر شي كلمة، مثلا شي فعل ما كيتصرفش نهائيا want. ميمكنش تقول I am wanting، ميمكنش تقول I am hating ولا I am liking ولا I am. كاينين بزاف ديال الكلمات اللي ما تقدرش تستعمل فيهم ING، كيبقاو دايما هما. تقدر تعمل لا S، تقدر تعمل لا ED، ولكن ما تقدرش تعمل ING. إذن هذا هو present continuous. present continuous ببساطة يعني قلنا اللي كتهضر على شي حدث اللي كيوقع حاليا. نقول مثلا I am watching a good movie. We are learning English. I am playing football. She is traveling to Tetuan. They are
playing Free Fire. She is listening to BTS. يعني كتعمل شي حاجة اللي هي حاليا كنقول present continuous يعني مضارع المستمر. هذا ما كان في هذا الفيديو. كنتمنى توفيق الجميع. هذا الفيديو عملته غير خفافي وصافي بالزربة. إذا كان عندكم شي سؤال شي حاجة حاولوا تكتبوه تحت الفيديو وأنا غادي نشوفكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.